Al-Fatihah. Di waktu kula mau niki request niki yang siji. Lawa kul humawa. Kula wae apa. Dibagi. Oh, nggih, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفع وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضع للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين والرب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منكما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار المنشآت في البحر كالعنب فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسعنه من في السماوات والأرض كل يوم هو في السعن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنبرغ لكم أيها الثقل فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا في أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم سواد من نار ونهان فلا تنتصرا فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي ربكما تكذبان يا يعرف المجرمون بسيماهم ويؤخذ بالنواس والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بيننا وبين الحبيب عن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام رب جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات الأفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجهان الجنتين إذن فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يدمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمن فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ونحن
ولكنها تبصر فلولا إن كنتم غير مدينين ترجونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ilahana antal maqsudina wa ridhaka matlubina antana mahabbataka wa ma'rifataka wa tariqa ilayka ya Allah. Ilahana antal maqsudina wa ridhaka matlubina antana mahabbataka wa وطريق إليك يا الله. اللهم إنا نتشفع إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بيته ونتوصل إليك بوليك شيخ عبد القادر الجيلاني يا شيخ الصقالين يا قطب الربان يا غوث الصمات يا محي الدين يا أبا محمد يا سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني إنا نتوصل بك إلى ربك في قضاء حاجاتنا يا الله يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا زدنا يا الله عمرا طويلا وزدنا يا الله محبتنا بكرة واصيلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة